أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية الجهود الدولية للتصدي لكافة التحديات التي يتقاسم المجتمع الدولي الاهتمام بتجاوزها بنجاح بما يحقق الخير والنماء للجميع. وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تدعم كافة الجهود التي تسهم في تجاوز التحديات الصحية وتعزيز الأمن الصحي العالمي. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القطيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، السيد ليو تشينغ تشان رئيس مجلس إدارة شركة تشاينا ناشونال بايوتيك جروب سينوفارم شركة الأدوية الصينية، حيث نوى سموه بالتعاون القائم بين مملكة البحرين وشركة سينوفارم في المجالات الصحية ضمن الجهود التي تلتقي حول خدمة الإنسانية وضمان صحة وسلامة الجميع. كما استذكر سموه بالتقدير التعاون الذي تم بين مملكة البحرين وشركة سينوفارم والتنسيق المشترك لمشاركة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للتطعيم المضاد للفيروس، والتي جاءت بالتعاون مع مجموعة جي 42 الإماراتية والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، والقائمين على التجربة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة. وأشار سموه إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون ومواصلة الدفع بالتنسيق المشترك مع الجهات المعنية بالخدمات الصحية والعلاجية والشركات المتخصصة في هذا الجانب لمستويات متقدمة بما يحقق التطلعات المشتركة. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة تشاينا ناشونال بايوتيك جروب سينوفارم شركة الأدوية الصينية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يليه سموه من حرص واهتمام لدعم التعاون الدولي فيما يتعلق بالشأن الصحي، موجها الشكر لمملكة البحرين على ما تبديه من تعاون بناء في خدمة الإنسانية، متمنيا لها المزيد من التقدم والازدهار.